السلام عليكم، كيف حالكم اصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة باخبار العملات الرقمية. طبعا اصدقائي، كتاب جديد على منصة بيتجيت وكتاب قوي جدا. حاليا اصدقائي راح نشرح طريقة التسجيل وطريقة الايداع في المنصة لحتى تشترك بالكتاب وتتأكد ربحيتك في هذا الكتاب. اصدقائي من بش بالفيديو، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. طبعا اصدقائي، بهذا الفيديو طبعا من قبل 7 أيام تكلمنا عن عملة ZBC. هاي العملة أصدقائي كان علي اكتتاب على منصة بيتجيت. للأسف الفيديو لم ينتشر بطريقة جيدة وما حققوا الأشخاص منه استفادة مثل الاستفادة من باقي العملات اللي عملنا عليها اكتتابات. لكن للأسف أصدقائي، كان مشروع هاي العملة جبار جدا، وارتفعت العملة إلى 3 أضعاف. والتيكت اللي حصلت عليه مجاني اللي كان سعره 50 دولار وصل قيمته ل 150 دولار. لك أصدقائي، أقل اكتتاب كان على منصة بيتجيت حقق ضعف ونص، اللي هي عملة CST. ارتفعت العملة من 5 سنت إلى 12 سنت، يعني أقل اكتتاب أصدقائي بتقدر تربح ما بين 50 دولار إلى 150 دولار كحد أدنى. طبعا ممكن يوصل ربح لل 400 دولار. عملة CST وصل مربح للشخص الواحد لل 400 دولار مجانا. ما احتجت انك تشتري من العملة، لا احتجت انه ترهن مالك بالمنصة. بالعكس، مجرد تحط رأس مال بالمنصة وتتداول سبوت او فيوتشر بتزيد عدد التيكتات اللي عندك، وكل تيكت يحتوي اقل حد على 50 دولار كحد أدنى. يعني انت ضامن انه تربح 50 دولار اذا بعت مجرد منطقة العملة. لكن اذا انتظرت ساعة او ساعتين ممكن تطلع ب3 أضعاف المبلغ هذا. خلونا نشرح اكثر اصدقائي. طبعا هاي عملة ZBC، سعر العملة حاليا 3 سنت و60. هاي العملة اصدقائي طرحت بسعر 18 سنت، كان سعر الاكتتاب بسعر 1 سنت و80، وصل سعر العملة الى 5 سنت و20، يعني ارتفاع تقريبا 3 أضعاف. طبعا اذا نحسب بالليمت الموجود قدامنا، اذا كان سعر العملة 0.18 اللي هي سعر الكتاب وعدد القطع الموجودة في كل تيكت اللي هي 2380، طبعا سعر التيكت مجانا بتحصل عليه 42 دولار. انت ما بتدفع شيء، مجرد ما تداول بالحساب بيعطوك تيكت مجاني وقيمة هذا التيكت 42 دولار. طيب اذا انت بدك تبيع التيكت، طبعا وصل سعر العملة ل 0.05 وعدد القطع 2380 قطعة، يعني صار سعر التيكت تقريبا 120 دولار. لهيك اصدقائي، انت بتتداول على منصة بيتجيت مثل انا ما عامل حاليا داخل صفقة فيوتشر. طبعا كل ما بتزيد الفوليوم بحسابك بتزيد عدد التيكتات. هلا رح نشرح اكثر. اقل حد اصدقائي لازم تعمل ايداع بقيمة 500 دولار. انا حاليا فاتح صفقة فيوتشر اصدقائي، طبعا حاطط الرافعة المالية 20x لحتى تزيد الفوليوم. طبعا لكن كمية الامان عندي كبيرة جدا، انا داخل 160 دولار وحاطط رأس مال للتعزيز 900 دولار. طبعا انا داخل بعملة جالا، سعر عملة جالا حاليا 23.25. تمام اصدقائي، التصفية عندي على 16 سنت، يعني العملة اذا بتنزل ل 16 سنت بتلكوت بال 1100 دولار. كمية الامان اصدقائي كبيرة، لكن الفيوتشر خطير جدا جدا، او الرافعة المالية خطيرة جدا جدا. لكن انا بستعمل هاي الطريقة اصدقائي لحتى زيد الفوليوم. طبعا بحسب منصة بيتجيت، اي شخص بيعمل ايداع من 50 دولار الى 500 دولار تحصل على تيكت واحد، ومن 500 دولار الى 2000 دولار تحصل تيكتين، ومن 2000 دولار ل 5000 دولار تحصل على 4 تيكتات. يعني اذا كان معك فوق ال 2000 دولار تحصل على 4 تيكتات. طبعا انا معي 1100 دولار، يعني انا املك فوق ال 500 دولار واقل من 2000 دولار، لهيك انا بحصل على تيكتين. ممكن هالتيكتين يكونوا رابحات، وممكن هالتيكتين يكونوا خاسرات، وممكن التيكت رابح وتيكت خاسر. طبعا سعر التيكت الواحد 50 دولار. اذا ربحت التيكتين، اقل حد ربحت 100 دولار. طبعا اذا ارتفعت العملة 3 اضعاف، يعني بربح تقريبا 300 دولار. فهمت علي كيف اصدقائي؟ وانا ما دفعت شيء غير اني فاتح صفقات وعم اتداول بشكل يومي. وقت
طرح العملة اللي هو يوم 15 مارس يوم التسجيل على الاكتتاب، سيكون التسجيل متاحا في يوم 25 مارس الساعة 8 صباحا إلى يوم 27 مارس. يوم 27 مارس أصدقائي بينتهي الاكتتاب، ما بقى بتقدر تسجل بهاي الاكتتاب. بعد 27 مارس طبعا بيفتح توزيع التيكتات. توزيع التيكتات بيعرف كل شخص كم معه تيكت وكم تيكت رابح. طبعا غير التيكتات هدول اصدقائي حسب راس مالك على الفوليوم. الفوليوم اذا كان فوق المئة الف دولار تحصل على 5 تيكتات مجانا. انا حاليا اذا تداولت ووصلت قيمة التداولات الى ما يتجاوز المئة الف دولار بحصل على 4 تيكتات اضافة الى تيكتين مجانا، بالاضافة الى تيكتين خاصة بالالف دولار الخاصة فيني. طبعا معناتها انا حصلت على 6 تيكتات، والست تيكتات اقل حد اصدقائي 300 دولار واقصى حد تقريبا 900 دولار مربح. وانا كل هالشيء معمول بس عم بتداول على منصة بيتجيت. اصدقائي فرصة عظيمة جدا جدا تتداول على هيك منصة وارباح خيالية. هذا مش اول اكتتاب ولا ثاني اكتتاب، هذا الاكتتاب الرابع اللي حققنا منه مرابح هائلة جدا. الاكتتاب الاول اللي هي اكتتاب عملة CST ربحت منه انا شخصيا كنت مأودع 700 دولار ربحت 400 دولار، لكن انا كنت متسرع في البيع، بعت بسعر 8 سنت طبعا، وكان بقدر بيع بسعر 12 سنت اللي كان مربحي يتجاوز 1000 دولار. رح نشرح اكثر عن العملة اصدقائي. اسم العملة بوت بلايند، عدد القطع مليار قطعة، التوريد متداول 23 مليون و50 ألف قطعة، إجمالي تخصيص لوحة التخزين يعني إجمالي المخصص للبيع 6 مليون و250 ألف قطعة. طبعا عدد تذاكر 2000 تذكرة رح يكونوا رابحات، يعني عندك فرصة كبيرة لتحصل على تذكرة أو تذكرتين رابحات. أنا بالاكتتاب الأخير حصلت على تذكرة رابحة، وكان حصلت على تذكرة واحدة والتذكرة طلعت رابحة، يعني فرصة ربحك كبيرة جدا. ليش انا كان فرصة ربحي كبيرة جدا؟ لاني انا صانع محتوى على اليوتيوب، الاي دي الخاص فيني معروف عند الشركة، واي شخص بيسجل عن طريق الروابط الخاصة فيني يتسجل عن طريق الاي دي الخاص فيني، لهيك فرصة ربحك بتكون كبيرة جدا. وقت بتسجل على الرابط اللي بترك لك اياه اسفل الفيديو، انت هيك دخلت عن طريق ناشئ محتوى، بتزيد الفرصة لإلك حتى تربح وتزيد الثقة بيني وبينك وبيني وبين الشركة. طبعا كل ما احتفظت بعدد القطع الخاصة فيك بتكسب أكثر. سيكون التسجيل متاحا يوم 25 مارس الساعة 8 صباحا إلى 27 مارس الساعة 8 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق. توزيع التذاكر سنقوم بحساب وتوزيع العدد الإجمالي للتذاكر التي تحصل عليها من خلال الاحتفاظ بها والتداول معنا. سيتم الإعلان عن النتائج في 7 مارس. طبعا يوم 7 مارس راح يتم كل شخص بيوم 27 مارس بيعرف ايش قد ربح تيكتات وشو هو التيكت الرابح اللي عنده وكم قطع حصل. طبعا بعد ما تحصل على العملة بتدخل على المحفظة الخاصة فيك، وبالبحث بتبحث عن اسم العملة بيطلع لك عدد القطع، طبعا اسم العملة بوت بيطلع لك انه انت معك عدد القطع حسب انت التذكرة. طبعا كل تذكرة تحتوي على 3125 قطعة. اذا ربحت تذكرة واحدة طبعا بتلاقي بمحفظتك 300 قطعة 3000 قطعة من هاي العملة، لكن قيمتها صفر لوقت الاطلاق، تصير بتعرف قيمة هاي العملة. سعر العملة سنت و60، اذا تضرب هذا الرقم بعدد القطع بيطلع لك سعر تذكرة 50 دولار. انت اضرب هذا الرقم بثلاثة طبعا، واضرب ال 50 دولار بثلاثة بيطلع لك 150 دولار اذا اتبع هذا الكتاب نمط الكتاب القديم. لكن هذا الكتاب اصدقائي لحد الان ما بلش، يعني الكتاب اللي قبله اصدقائي انطرح على المنصة، عرض على الاعضاء المنصة قبل بيوم او يومين، لكن اصدقائي لحد الان الكتاب هذا بده 6 ايام حتى يطلع على اللانش باد. لذلك اصدقائي عم يحضروا له بقوه كبيره جدا وعم ينشروا هذا الكتاب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لان راح يصير انفجار بهاي العمله ممكن تعمل اكثر من 3 اضعاف. اصدقائي بكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك، ولا تنسى تنضمنا لقناتنا على التليجرام، راح اترك لك الرابط اسفل الفيديو. طبعا قناتنا مختصه بتوصيات العملات الرقميه ومختصه باكتتابات على اقوى المنصات. مع السلامة ودمتم بخير.